كنتم خير معين لنا في إنجاح هذا المشروع النجاح الكامل الجميل، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير على ما قدمتموه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قدمتموه لهؤلاء الحجاج. وفعلا كنتم في حسن ظننا كما أحسننا الظن فيكم، والحمد لله نبشركم أن البرنامج نجح، وهذا بفضل الله ثم بجهودكم وخدمتكم لبني جلدتكم الذين أتوا من أماكن كثيرة. لقد استفاد الحجاج من هذا المشروع، وكان الأثر البالغ في نفوس الحجاج شيء كبير، ولله الحمد والمنة. فنشكر الجمعية على ما تقدمه، ما قدمه، ما تقدمه، ما سوف تقدمه للحجاج. قمنا بخدمة الحجاج من توزيع مواد علمية أو ترجمة أو شرح المناسك، وقد فرحوا بهذا العمل الجبار الحمد لله، وكان له أثر كبير في نفوسهم، وقد استفادوا كثيرا وفرحوا بهذه الترجمة وبهذه الخدمة وبهذه الهدايا. والحمد لله والشكر للجمعية أنه أعطانا الفرصة لخدمة الحجاج بيت الحرام، ونشكر الجمعية على أن أتاحت لنا هذه الفرصة، وقد استطعنا أن نخدم الحجاج قدر الإمكان وقد فرحوا بذلك. أوبريغاد هدية حديث الحاج معتمر، تشكر منكم جمعية حديث الحاج والمعتمر کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہ دل سے. هدية الحاج والمعتمر کا بہت بہت شکریہ. Nous remercions l'association هدية pour leur aide précieuse qu'ils ont procuré aux pèlerins cette année. امرا من سلامت هدية الحاج. من جتي هدية الحاج اگوال ngal do ngal mingadi wondu de mabbe. من غودي ما هدية الحاج ده كما عمرة تبام ونا داما انا مع هذه الخدمة نا ونا شكرا تا الف 1443.